المعلق المفضل. السلام عليكم. مقفل. السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. كيف الحال؟ ملوك انا وانت على تعليق، ترى اتوقع الحكومه لازم تمنع هذا الشيء. لا ترى في اتوقع في قوانين تمنع الاشياء هذه، ترى هم عندهم بالدستور منع هذا الشيء. نعم. شوف والله شوف اتوقع في 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 انا ملوك بنعلق هذا الماتش. تكفى بليز. اوكي سؤاله فاني هذا عشانك انت بس. عشاني انا اي نو. جايب شاي؟ تبي شاي؟ صراحه حاط ملعقة سكر وملعقتين لكني انا شربت منه وخلصت يعني، فما لك امل. لا نو بروبلم. واضح انه بدأوا الجيم. بدأوا الجيم؟ لا 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 هنا راح يجي من الجيم. بدأوا الجيم؟ اي والله بدأوا الجيم. هو نفسه جيم. فهد وائل من فرنسا جاي عشان يتمسخر. لا بيرفع الراس يعني. هو احنا ارسلناه كورس. ايوه يتدرب، فان شاء الله نشوف مستوى. ارسلناه كورس يفشل زياده يصير أسوأ يرجع. هذا بالنسبه لنا النجاح. هذا النجاح. هذا احنا ميشن اكومبلش. نعم نجحنا في هذه المهمه. انا اول مره اشوف جاكس يلعب من فتره صراحه. اخذ الشخصيه وبدا يسوي حركات ميب زينه فيها. وصرنا نزعل كثير ويعني امور سيئه. يعني هو بكل الكاركتر يسوي حركات مو كويسه. حركات مو كويسه بكل الكاركتر. فطبعا انا اشوف فهد يعني بيسوي حركه، انا متاكد انه بيسوي شيء يبهرني حاليا. وائل يبهرك زي كذا. اوكي وائل صراحه فرنسا ضد ذا جاف يا اخي. انا فخور. بونجو. انا فخور بنا. فخور بينا. انا فخور بينا والله. ولكنه يرجع رجوع. واضح انه في ريج من وائل. يرجع رجوع سريع ويحاول انه يسيطر على الماتش، يحاول يحفظ الكرامه. حتى وائل راجع وزارع شعره عاد خلاص الامور. هذا احد الاشياء اللي تعطيه كذا موتيفيشن ليفوز صح؟ ابدا متاكد. اوبشن غريب صراحه، ما ادري وش صار في النص هناك. في جرافو ممتازه. سوى له كومبو ممتاز طبعا. ماتش من زمان ما شفناه. اعتراف وائل مع فهد يعني. شوف يا زمن، انا اضمن لك ان في كل بيجي من وائل جدا ممتاز وبيبهرك. انا اضمن انه يموت قصدك؟ لا كل وائل بيذبح وبيموت بنفس الوقت. انت تضمن لي هذا الشيء؟ انا اضمن لك. طب اذا انتهى الماتش 2-1 يعني؟ لا 2-0 حتى لو ما صار بهذا الماتش، ممكن الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده. نعم هذا الشيء راح يحصل اليوم، بس متى ما ما تدري متى. هذه بس انا راح يموت. يكل راح بيروح ينتحر. هو بيموت خلاص. اي ديد ذا جاب وبيبهرك كيف يموت. هو جدا ممتاز هذا الشيء. احتراف وائل في الانتحارات. قاعد يحاول يرجع. شوف الحين لا تشوف وائل في التيمز. وائل في التيمز ان تلعب ضد أربعة ما تلعب ضد ثلاثة. تلعب ضده وضد الاثنين وضد نفسك. واحد زيادة يخليك تقلب على نفسك. هذا شيء جارنتيد، هذا شيء مجرب مننا. طيب الان نسبة الدامج صارت يا حبيبي في العلالي، وفهد مستهل يعني، فكيف ممكن؟ ذا كوين جو يقول هلا مكانك يا كوين التعليق. الله هذا الفانز. الله الفانز ذاتي. ما بدينا نقرا التعليق الا ويخسر وائل على طول. لو تركزون في الشاشة عندكم كيف شعر وائل. انا ما اقدر اشوف الكل اصلا. كيف الزراعة ممتاز جدا. جدا عطى هير فليب يا وائل. عطى واو وائل. سيء. هذا كان اقبح شيء شفته في حياتي كلها. بس جدا ممتاز. ابو عزام تقدر تشيل وائل من الصورة؟ تقدر تشيل الكاميرا حق تطفي الكاميرا. الله يا الله. الصراحة لو وائل يختار كلاود بيكون شيء جامد. بيكون شيء خرافي. بيكون شيء. اوكي انا صرت اشجع وائل حاليا لانه صار اختار كلاود. الان طبعا النتيجه 1-0 وطبعا كانت غير اختار كلاود. نعم انا حاليا اشجع وائل. انا فعلا لانه انا واثق انه يقدر يسوي شيء. هو الشخصيه اللي متمكن منها، هو الشخصيه اللي يعرف يلعب فيها، متعود على كل اشياءها، يستخدم كل حركاتها. يعني يستخدم الفول بوتنشل. انظر الى الفن كلاود. انظر الى الفن. نعم. الان بيكاسو. بيكاسو. عطنا فنانين فرنسيين. عطنا فنانين فرنسيين. إيه؟ ما ليوناردو دافنشي فرنسي هو؟ ما او ليوناردو كابري ما وائل. وائل. وائل هو الفنان الفرنسي. بس احنا قاعدين نجيب امثله عشان نشوف هل لو جمعناهم مع بعض يطلعون بمقام وائل. هذا شيء مستحيل. وائل لشيغا. لشيغا؟ وائل لشيغا. والله هذا اسم فني. وائل الشيرا. وائل الشيغا. شف 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 الفن. انظر الى الابداع، انظر الى الحركات، يقفز تارة ذات اليمين وتارة ذات الشمال.
له الادفانتج حاليا، له كل شيء، له قلبي الخفوق وعنده لمت يعني. والان انظر كيف حيضيعها كلها. الله يفك اللمت ويطلع نايس وائل. الله ممتازه نايس وائل والله، حركه حلوه من وائل لشيغاه كيف ممكن تشوف انه ستوك هذا يستخدم وائل، خاصه انه فهد جدا 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 انا يعرف يستغل الامور بعد ما يرجع. انا اعتقد كلاود راح يسوي ابي برا ستيج وياخذ معاه روبن، لانه يبغى يموت، هو يبغى يموت، هو روبن يبغى يموت ولا وائل يبغى يموت؟ وائل يبغى يموت، وائل يبغى يموت ويبغى يفوز. ترى شوف الان الكنترول اليد عنده مو قاعد يتحمل، يبغى ينتحر، لازم يموت، يبغى يموت، ما عنده فوز هو. الان انا فايز لازم اسوي شيء غبي الان. ناظر ايوه ممتازه. لا هو صدقني بياخذ كنترول في الجيم شوي، بعدين في اخر الجيم راح يسوي حيضيع كل شيء. نعم احنا نعرفه تو ماتش جود يعني. ف واضح ان جوكوكس قاعد يسوي كمباك حاليا. اوه قاعد يسوي ابيوز للنار ويطلع برا ستيج. لا في نسبه 39 وائل، وائل ما يشحن الليمت بالمناسبه. هذا لاحظته من الماتش اللي فات، انه على طول اجريسيف يطب عليك الليمت، ينشحن من كثر ما ينطق هو، مو بالعكس هو يشحن. هذا ارت اوف وائل اللي شيغاه، يضرب وينضرب يجمع الليمت كذا، بعدين من يشحن عيب، عيب والله عيب عليه. شوف انظر انظر، اصلا في مقوله من وائل، ايوه شحن الليمت للجبناء، شحن الليمت للي ما يتلمت. الله اكبر، وائل قالها. قالها وائل، وائل قالها. الله اكبر، وائل قالها. والله مقوله حكيمه صراحه. والله مقوله خرا. والله اي اجري صراحه. طيب الان قاعد يشحن الليمت، هو واضح انه قال خاربه خلني اسوي ولا اشحنه كامل بعد، خلني اسوي يحب يشحن المنطق الان. طيب النتائج متقاربه، واضح انه جوكوكس ممكن انه ممكن يسوي اللي قلت، ممكن يصير. لو صار صراحه كنت حسيت قاعد يسوي كومبوات، حتى انا اتوقع انه هو ما يدري ايش يسوي، هو ما يدري ايش قاعد يسوي، اشياء نيو اوبشنز حتى عليه هو. ناظر انظر، بس حركات ممتازه صراحه. انظر هذا النوال، انظر الى النهايه. وانا ستيل اشجع وائل، انا ستيل اشجع وائل، كلنا نشجع وائل. يس شوف جمع الليمت، بس انه المشكله راح يضيع الليمت. كل ما شجعنا وائل كل ما خسر وائل اسرع. اوه سوى شيلني بس ما شالته، نفس اللي قلته. سوى شيلني بس ما شالته، فاز فهد 2-0. اي جس هذا سسبندر. يس هذا سسبندر، رويال سسبندر. نعم هارد لك وائل لشيغا. نعم احنا فرحانين مره انه خسر. انا صراحه سعيد، انا سعيد احنا ناس اذا خسروا اخويانا نستانس اكثر. تعال وائل، المشكله انت، المشكله شوف تو بي اونست، انت من زراعه الشعر خلاص راحت. شتتناك في الجيم؟ لا 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 هو اشقر ولا تيالي برتقال؟ بالله يمديك تحدد اللون؟ تمزح قل والله هو قد يقال لك تشاريزارد ولا تيالي؟ يقال لك تشاريزارد، يطلع لي كذا وائل بشعر برتقالي قاعد. واحده منهم حقت ما ادري، خذ واحده جديده. اوكي هذا ماتش بيكون مره حماس، هذا ماتش بيكون مره حماس. توكي تبي تصير حلقة ضد نواف حربي. انتم محظين توكي مغير شخصيته؟ توكي مغير ايش؟